أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات، حلقة جديدة. لماذا تأخر المغرب في إعادة سفيرة المغرب إلى إسبانيا؟ من طبيعة الحال في إطار توتر العلاقات بين المغرب وإسبانيا واستدعاء المغرب لسفيرته من إسبانيا، تطرح العديد من الأسئلة ومن التساؤلات، أهمها هل بعد السفيرة مرة أخرى إلى مدريد من أولويات المغرب والرباط، ولماذا يتريث المغرب في عودة الاتصال الدبلوماسي مع إسبانيا، وهل هذا التأخير هو تأخير متعمد؟ أولا، للإجابة على هذه الأسئلة نستحضر أن المغرب لا يفكر إلى حد الآن في إعادة كريمة بن عيش سفيرة ديال المغرب في إسبانيا وعودتها إلى مدريد، من طبيعة الحال بسبب غياب توضيحات ملموسة من الجانب الإسباني بشأن ما يعرف بأزمة الانفصال، أو بعد يعني ما وقع لاستضافة إسبانيا لبن بطوش أو إبراهيم غالي. حسب مصادر دبلوماسية إسبانية لوسائل الإعلام، أن المغرب قرر أن يتريث كثيرا في مسألة إعادة تمثيله الدبلوماسي في مدريد. في نفس وفق ذات المصادر، الرباط تريد فتح ملفات عديدة مع مدريد، وعليها أن تقدم يعني مدريد توضيحات حول المشكلة التي تسببت في الأزمة الدبلوماسية الحالية، وهي استضافة إبراهيم غالي. إذن العلاقات المغربية الإسبانية كتحكمها مجموعة من المحددات، من بينها الجوار وطبيعة النظام الملكي بكل من إسبانيا والمغرب، وكذلك المحاولة لتجاوز الكثير من الأزمات والمشاكل التي تحل بين الطرفين. ولكن هذه المرة الحكومة الإسبانية يتواجد فيها جيل جديد ما عارفش بالخبايا الجيو استراتيجية بين المغرب وإسبانيا والإكراهات التي تقع في حوض البحر الأبيض المتوسط، خصوصا بعد صدور الموقف الأمريكي الإيجابي واعترافه بمغربية الصحراء، الذي صدم هذا الموقف إسبانيا وأثار الكثير من مواقف الريبة لديها، وخصوصا أنها لم تكن تأخذ بعين الاعتبار يعني هذا الاعتراف على محمل الجد، وكذلك لم تكن تأخذ بعين الاعتبار سياسة التعاون الأمني في قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وعرفنا الأزمة التي لاحت في الأفق بحسب توافد الكثيرين من المغاربة ودول جنوب الصحراء على سبتة ومليليا. حسب هذه المسألة جعلت الدولة المغربية يعني نظرا لهذه المعطيات مجتمعة، جعلت الدبلوماسية المغربية أو الدولة المغربية تتعامل مع كل ما يمس الوحدة الترابية بمنتهى الموضوعية والحزم والصرامة. لذلك تم سحب السفراء وإلغاء عملية مرحبا لسنة 2021، وما نتج عنه من طبيعة الحال من استقالة وزيرة الخارجية وتغييرها. إذن حسب هذه المعطيات هناك جوج سيناريوهات، أولهما عودة العلاقات إلى سابق عهدها، ولكن بشرط دعم مدريد للوحدة الترابية الوطنية ورفع اليد عما يسمى يدها عن دعم البوليزاريو. والسيناريو الثاني هو استمرار التوتر بين البلدين ودعم إسبانيا لكل من الجزائر وجبهة البوليزاريو، وبالتالي المغرب سيصعد على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى مجموعة من الاتفاقيات المبرمة، وأنه غادي تأخذ الأمر يعني مجريات يعني فيها الكثير مما يقال. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة القصيرة، دمتم في رعاية الله، لا تبخلوا علينا بدعمكم لهذا المحتوى ولدعم هذه القناة.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.